السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فين ما تقول عييت قول عاد بديت. اليوم نهضر على واحد الدري اللي بقى هو واخته بدون اب ولا ام، خلاو ليهم دويره في حي راقي. الدري ما كيتجاوش 20 عام تقريبا، غادي 20 عام، والبنت عندها شي 13 عام. اختو الاب والام مشاو ضحيه حادثه سير، وكما كنقولوا في منافع للناس وبأس شديد. الموت واحده ولكن تختلف الاسباب، او الاسباب متعدده. فالانسان الله يكتب عنا ما كاتب الخير، لان الطريق بعض المرات تقدر تكون نتايا غادي في طريقك على ما يرام، غادي بالسرعه اللي محددينها لك، ولكن كاينين الناس اخرين. فالله يكتب عنا ما كاتب الخير. الدري هذا اللي بقى هو اختو غادي يمشي يدوز واحد 4 شهور ديال الحبس، من بعد الوفاة ديال والديه غيمشي يدوز واحد 4 شهور. دوزها فواحد لاج كما كنقولوا عقل الطيش، ضرب 4 شهور، كانت عنده شي 8 شهور حيدو ليه نص 4 شهور، وضرب 4 شهور. خشو صغر منه وهي اللي بقات مكلفة معاه وكدا وهادي، وكطيح وكتنوض. فخرج هو كما كنقولوا الفراغ ومعاشرتش من والا، الرفقة السيئة كتورط القلبالة. فبدات يمشي مع شي دراري اللي ماشي هما هادوك اللي غادي يهضر معاه واللي غيراقبو واللي كدا. الله يرحمه والله يرحمها اللي تحن منه، كاينش اللي يبغيك من غير الله ووالديك. فاصطاب ديك النقطة ديال ما كاينش الوالدين ولقى راحتو والحرية ديالو. فصافي ولا مع دوك الدراري كدا لي لا دوز، وهادي هي البداية ديال الانحراف ادمان. فبقى على ديك الطريق غادي، طبيعة الحال كيدخل مع الدراري وكيدخل مع حتى البنات. الناس الساكنة الجيران دارو فيه لا حشومة في الأول، كيراعيو ليه والأخت ديالو، ولكن من بعد ولاو تيقرصوه. نعيطو على المخزن، شي اللي كدير ما يبغي لا الله لا عبدو. والديك من أطيب خلق الله. فالدري كيما كنقولو ولا كاي مع كلشي، ولا كيحصد الخضر واليابس. تا الواحد العشية فلوس والو، إني ريان ما كانش من يجيب المصروف. فعيط على واحد الدري مشى لعندو هو قلب عليه وعيط ليه كدا، طي من الطرف عندو بخير صافي واحد وفين. قال لي ويقول لي هانيه، قال لي هانيه، ويقول لي مال، قال لي ويقول لي هبط هبط ويهبط. قال لي راه محنسرين وهادي، نجيبو شي قريعه ونجلسو انا وياك وهادي. قال لي راه ما عنديش حتى وبغيت. قال لي الاخر ما قلتش عيب، هاكا هي 4000 سير جيب لنا مسائل وهادي وهادي وصافي. حنا في العشيه نتلاقاو. جات العشيه دخلو جاي يضربو في ديك القرعه. مول القرعه مالو؟ مجرم على الدري اللي كنعاودو عليه، مجرم. فيه تحرميات اللي عنده في عقلو. فبقى جالس هو ويا تيضربو تيضربو. كما كنقولو الشراب صعيب. الاخت ديال الدري تبارك الله 14 عام كان هي اللي كتسخر، اختي جيبي لينا هادي ترن تن تن. مع الشراب تكونسونطرا مع اختو. انسان ملي تكونسونطرا على الهدف ديالو كينسى كما كنقولو الغايه، الغايه تبرر الوسيله. اذا باش توصل للهدف ديالك الطرق اللي كديرهم ما كيبانوش قدام افكار ديالك.
وخاصة الفكرة الشيطانية. فقرأ الخونة طن 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 طن. يقول لي راه ما قرأناش زيدنا شي قراءة. يقول لي الاخر ما يقول لي ما قرأناش. يقول لي الاخر معلم طاع الفلوس مشى. الاخر شنو دار؟ باط عند بنادم جاب واحد البارطية ورجع للدار ريح، ما هضر مع الاخت ديالو ما والو. جا خوها دخل جلس، القرعة جات عاوتاني بارطية مسائل، ولكن هو مجاد سلاحه المجرم، مجاد سلاحه الدري ما عارف والو. فبقى تيدير لي تيدير لي تناس ناس فعو يطيح. مني منك مني منك. صاحبنا مالو خونا اللي ناس ختو بقات. فالاخر قصد الاخت الاخت خافت، فاغتصبها بطريقه عدوانيه ومتوحشه. البنت خافت تقول لخوها. فصاحبتها صاحبت اختو مصاحبه مع دري اللي صاحب خوها. صاحبت اختو مصاحبه مع دري صاحب اخ ديالها. فهو اللي غادي يقول عليه، يقول لي راه ما كاينه ما كاين صاحبي، مسالي راسك داك رد اش دارك لختك. كيفاش؟ يقول لي راه اش دارك لختك. الاخر قال الاخت ما لان داز شي شهر وصريف، تا ولات في 3 شهور تا ولات في هذه. اذا قال هو صافي يعني ضربت المده ديال شي 4 شهور تقريبا. الاخر عاد ساق الخبر خوها لان راه اغتصبها وكذا وهادي. شكون اللي قال لك انت؟ لا شي صافي. فالاخر ختو الدر غيقصدها غتخاف منه. اش قول لها؟ ما قدرت نقول لك والو وهادي وهادي. هذيك النار بحال اللي انت دار لك شي حاجه نعسك. قال لها صافي. وباقا كتلاقاي معاه، قالت ليه تيبقى يهددني وهادي وهادي. قال لها صافي. هو عنده علاقه معاه لان الاخر مدوز عليه الدكاكه. دار عاوتاني هو اللي عيط لها قال لي كذا في نفس الطريقه، غير هذا قتلو لان الاخر هو مجرم. الاخر مني شرب وجا فاس، الاخر كذا ما كذا لعب معاه نفس الطريقه باش قتلتي باش تموت. تا هو دار لي العيبات تران تن تن في الشراب، والاخر تا يشرب. فما بقاش عنده الجهد، ولكن كيدافع كيقاوم تما باش الاخر ما عارفش تيضرب ضرب ضربات خايبين. ضرب شي 7 ديال الضربات بكثره الادرينالين والخوف، لان ضربه الخواف هي اللي كتقتل. اما المحترف تيشلط تيحسبها عبار بدفارو. دفاعا عن الشرف وكذا. والاخر حتى هو دار بالحبس، دار بشي 4 شدات اذا مالون كذا كذا. عطاو 15 هاي ضرب فيها شي تقريبا ما كاملاش 10. خرج عقليه اخرى، نظام اخر، حياه اخرى. عجبات السكينه دري صافي بقى في دويرتهم هو والاخت ديالو. وتغير تغيير جذري. الناس ديال الحي وكذا وكذا مع هو تيفيق تيخرج لباب الدار تي القهوه ديالو تيريح. راه حفظك اخالتي الوالده، راه حفظك اختي. وكما كنقولوا الايام اللي كتبين لك الانسان، لان ممكن تقعد عام ودير شي فهمتيني، ولكن مع الدوام العام الاول العام الثاني الناس ديال الحي يقولوا لي علاش ما تقبضش الحوانت، مع هو في حي راقي شي شويه، علاش ما تقبضش الحوانت كراجات وهاد الحوانت اللي كاينين، ومالين الطونوبيلات يبداو يخلصوا كل الشهر.
هما طرحوا عليه، واللي تيجي باساجي درهم جوج ثلاثة على محل، ولكن انت عندك واحد الصالير، وداك الصالير تيوصل لي حتى 4000 درهم 5000 درهم، تيتهلاو فيه الناس. فبقى غادي هكا تيصلي تيصلي بخير. واحد البوفرمان خدام في واحد الطابيسري، طن طن طن، يقول لي راه ديما تنبغي نقولها لك وكذا، ها شنو؟ تقول لي راه مكرهتش، راه بغيت اختك الحلال وكذا وكذا، تزوجات ولدات، هو بقى في الدويرة تزوج تزاد واحد الرزيق اخر من حياته لا تحتسب، لان ملي كيولي كتولي عندك عائله رزقهم حتى هو ما تيدخل في رزقك انت، ولكن لا فهمتيها. فولا محرك مخير مع الدوام، هذيك الباركينغ اللي عنده هو في الحومه والشارع، عاوتاني كتزيد واحد 50 متر وكاينه عاوتاني حتى هي ما فيها حد، مشال تما عاوتاني درن دن 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 دن، وجبتها وخشى بنادم راه الشهر حتى هو تيقول ليها انت هادشي دبرو النهار ديالك، ولكن داكشي ديال الليل انا وياك نص بالنص ماشي مشكل. ولا تيدي مع الاخر شي 2000 درهم في الشهر، الاخر مالو حتى هو عجباتو كيدبر بنهار الباساجين، هادوك الناس كيخرجوا للخدمه من 8 ولادي حتى 4 كونتيني، كيبقى التيران خاوي، زيد سير زيد سير، راه 100 200 يبطح كل حلال، البركه هي هذيك نقطه بنقطه كيحمل الواد. فولات القضيه كتيسر، زاد عنده بنيته، زاد الخير خيرين. علاش شنو دار؟ واحد الراجل تيسكن عنده في الحي، عنده علاقه وعنده مكانه وعنده رتبه زوينه في العماله، تف 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 بيرمي كونفيونس، دار تاكسي وسرات الماشينة، من مورا التاكسي دار عاوتاني داسيا، لمن الخطافة فولا كيضرب فيها في ديك طونوبيل بوحدها سيفيل، كيضرب فيها 800 900 درهم ديالو، 1000 درهم ديالو بسهولة، وعاد يعطي للخدام يخدم عاوتاني يجيب ليه 300 400 درهم على حسب الوقت اللي عطاه شحال الوقت ومنين وإلى. فالسيد ولا وجا خير هاديك الدويرة غياخد حانوت في نفس الحي بشي 20 تبارك الله، ولا غادي زوين والحياة مخيرة. وكانت قصت ديال هاد الدري، شنو 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 هي الإفادة من هادشي؟ ماشي كلشي بغيتي تخيف في دقيقة، ولكن باش تولي زوين خصك سنين. فشنو كان طاري؟ كانوا والديه ما مذوقيناش وما محسيناش بالمسؤولية، ما معنى المسؤولية؟ وهذا خطأ تيديروه الوالدين، سيفري عطي لوليداتك ما تقول ماشي ما تعطيهمش، ولكن لا يكونوا عارفين وحاسين ما معنى المسؤوليه. كاين اللي مني الا مشاو ليه والدي او شي حدث صادفو في حياته اللي خرب ليه حياته وقلب ليه المسار ديالها وخلاته يزيغ عن الطريق، راه هي ديك الطريقه اللي كما كنقولوا ديال الفشوش الوالدين، غنديروا لهم على شي يرجعوا، ربما والدي كانوا كيخمو في اللي جاي وكينساو الحاضر. وهنا كتنطابق على هاد الدري اللي بغيت نوصل ليكم، الا ما ربوكش والديك كتربيك الزنقه، والا ما رباتكش الزنقه كيربيك المخزن. شحال من واحد دخل ضرب غير مونتيف في غير شهرين وخرج قاري، خرج كما كنقولو حرايفي، قدرات هذيك هذيك النقمه ردها نعمه، فهماتو وعيقاتو وراتو الناس كيفاش ضايعين على عزة نفسي. على هادي ولا بنادم قاد حجره في سنترال،
اذا انت الوالدين راه بعض المرات حنا كنديروا اخطاء اللي كنساهموا وكنساعدوا دوك ولادنا، كنخليوهم ما عندهم والو، ما يعرفوش كيفاش يجيبوا روحهم، وهذه صعيبه في حد ذاتها. فهنا كيوليو هما واحد لقمه صائغه لاي واحد يجي يلعب بيهم كيما بغى. هنا باش نقول بنادم الا خلى الانسان على درايه شنو هي الحياه ومعنى الحياه وعلى علم، فربما تيقدر يجيب روحه ويسلك، حسن ما تخليه كاليخون وعنده 3 ديال الطيور او 4 ديال الطيور، غيجي الواعي وغيلعب عليه ويديهم ليه. اذا انت المسؤوليه نعلموها لاولادنا، دخل في نظام التربيه مسؤوليه، راه واحد النقطه مهمه واساسيه. ربما كاين شحال من واحد اللي كان خصو غير ديك الشده، كنعرف بزاف ديال الدراري اللي كانوا غير ماشي كما كنقولوا كانوا مطرنين محلولين، وكتب عليهم المكتب مكتب واحد ضد، زير ليهم السوارت وزيروا السنطة وعرفوا الوقت وعرفوا شنو كاين. فتش في التربية نحاولوا نعطيهم بزاف، إلا رجعنا لواحد الجيل لا بليبار ديالهم ساكن السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، تا هي براسها كان باش يشري صباط ويشري شي سبرديلة ويشري حتى الكتوبة ويشري حويجات باش يدخل المدرسة، تيخدم في الصيف تيبيع وتيشري الميلفين، يبيع الشفنج، يبيع ديك البيني، تنعرفها هادي راه نقطة مهمة. راه حتى من تيوصل لواحد لاج ماشي داخش راه ودو انا 14 عام تنمشي القنيطرة نجيب الحوايج نجيب الشروات ونبيع ونشري ونهبط الجوطيات فكمام بولا نسطو، حنا عايشين بهاد الطريقة هادي. فحتى الانسان يعرف بحق المسؤولية، تا هي راه كدير واحد العاهة في مجتمعاتنا العربية عامة والمغربية خاصة. تنكيو تنكيشن وشكرا شكريا بالهندية اللي خطيكم واللي بقى.